السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الله محمد اللي دار فيديو مع أستاذ محمد العربي زيتوت. أنا الآن قلت لكم كما تعرفوا أنتم، قلت لكم راني من شق، لكن كاين حاجة راهم قرصنوا الصفحة تاعي في الفيسبوك، قرصنوها واستولوا عليها. بغيت نوصي الإخوان توعي ما تتصلوش بيا في الصفحة تاعي الرسمية، خاطش هذا النظام، النظام البائس هذا جاي حين، للاسف جاي حين رخاص. ما انا ماشي غاضتني الصفحه كما غاضتني غادي الناس، كاينه ناس تحاول تتواصل معايا حسنيه ولا متضامنه معايا ولا خوتي. انا بكل صراحه مع احتراماتي لكم ما تضامنوش معايا، انا ما درتش هذا الفيديو باش الناس تضامن معايا، لا بالعكس، انا درت الفيديو هذا باش نوعي الناس ونكسر حاجز الخوف وحاجز الصمت هذا اللي رانا فيه، اللي رانا عايشين فيه. رانا عايشين في خمول وراقدين، بغيتكم تكسروا حاجز الصمت. ما انا ما تتواصلوش معايا، انا الموقع تاعي بلا ما فتحت حساب واحد اخر ما تتواصلوش معايا، غنشكل خاطر عليكم. وواحد الفئه ثاني من الناس اللي يقول لك خرج اسرار مهنيه، خوتي انا ما خرجش اسرار مهنيه، ما عندنا حتى اسرار مهنيه، ما عندنا مفاعل نووي، ما عندنا مصانع للمنصات الصواريخ، ما عندنا حتى حاجة اللي زعما قال نشرتها انا ولا قلت عليها ولا، ما عندنا والو احنا اسرار مهنية. الخردة تاعنا قال يجي من الخارج، وراه الخردة، وراه السر المهني. كي تشري انت طيارة من الخارج كش ما بقى سر، ما بقى حتى سر، ما نصنعوا، ما عندنا صناعات عسكرية متطورة، ولا عندنا مش عارف انا مفاعل نووي، ولا عندنا رانا نوجهوا لحرب كش بلاصة ولا. انا هدرت على فساد، هدرت على ناس محقورة، هدرت على ناس مظلومة، هدرت على ناس ضايع حقها، من بينهم انا. المهم خاوتي ما تتواصلوش معايا، يكثر خيركم الناس اللي ضامنت معايا، بارك الله فيكم. انا الحمد لله يا ربي، انا قال لك تموت خطره، الناس تموت خطره، ما تموتش 10 خطرات. المهم موت راجل وصاي، موت راجل، قول كلمه حق وموت. انت ميت ميت، انت راك ميت ميت، ما تعيش في هذاك الحاجز تاع الخوف وهذاك تاع يديروا لي وما يديروا لي منه. قد ما يكثر العدد تاع الناس اللي تتمرد عليهم قد ما نكونوا ناجحين. حنا رانا نتمردوا على جال المصلحة العامة، ماشي على جال حنا حب في البلاد. رانا نهضروا، ما راناش نهضروا خايفين ولا باش نديروا، حنا ماش نهضروا باش نديروا فساد ولا باش نديروا فوضى ولا باش نديروا فتنة ولا. ما تاكليش حقي، برك حق ولادي هذا ما كان. خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تهلاو في رواحكم ونتلاقوا إن شاء الله في فرصة أخرى.